الرئيس السيسي يترأس اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة. خلال مشاركته في الاجتماع التحضيري لمؤتمر تغير المناخ بكينشاسا، شكري يؤكد ضرورة تحلي المشاركين بمؤتمر شرم الشيخ بالمسؤولية الجماعية. البرلمان الروسي صادق على ضم 4 مناطق أوكرانية. الرابعة عصرا بتوقيت القاهرة، الثانية بتوقيت غرينتش، موعد بانوراما إخبارية شاملة تأتيكم من النيل. والبداية مع احتفالات مصر والقوات المسلحة بالذكرى 49 لانتصارات أكتوبر المجيدة، ولكن بعد الفاصل. أهلا بكم. ترأس الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة، حيث قدم التهنئة للشعب المصري وأبنائه من رجال القوات المسلحة بمناسبة الاحتفال بذكرى انتصارات أكتوبر. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي أن الاجتماع تناول مناقشة مهام القوات المسلحة وجهودها في حماية ركائز الأمن القومي المصري على كافة الاتجاهات الاستراتيجية بالتعاون والتنسيق مع مؤسسات الدولة. وفي إطار احتفالات مصر والقوات المسلحة بالذكرى 49 لانتصارات أكتوبر المجيدة، وضع الرئيس عبد الفتاح السيسي أكاليل الزهور على النصب التذكاري لشهداء القوات المسلحة بمدينة نصر وعلى قبري الزعيمين الراحلين محمد أنور السادات وجمال عبد الناصر. في إطار احتفالات مصر والقوات المسلحة بالذكرى 49 لانتصارات أكتوبر المجيدة، قام السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، يرافقه الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة، بوضع إكليل من الزهور على النصب التذكاري لشهداء القوات المسلحة بمدينة نصر. وعزفت الموسيقات العسكرية سلام الشهيد في تقليد عسكري أصيل وفاء لشهداء مصر الأبرار. ثم قام الرئيس السيسي بوضع إكليل من الزهور على قبر الرئيس الراحل محمد أنور السادات وقراءة الفاتحة ترحما على روحه الطاهرة ومصافحة عدد من أفراد أسرته. كما صافح الرئيس السيسي عددا من كبار قادة القوات المسلحة وكبار رجال الدولة. ثم توجه الرئيس السيسي إلى قبر الزعيم الراحل جمال عبد الناصر بقبر القبة، حيث قام بوضع إكليل الزهور وقراءة الفاتحة على روحه الطاهرة.
أناب الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي قادة الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية لوضع أكاليل الزهور على قبر الجندي المجهول بمناسبة الاحتفال بالذكرى 49 لانتصارات أكتوبر المجيدة. وفي سياق متصل، قررت القوات المسلحة فتح المتاحف العسكرية مجانا للجماهير يوم الخميس الموافق 6 من أكتوبر الجاري، وذلك في إطار حرص القوات المسلحة على نشر الوعي والثقافة العسكرية والوطنية لدى الشباب. وخاضت قواتنا المسلحة في 6 أكتوبر من عام 1973 معركة الشرف لتقهر الهزيمة في ملحمة تاريخية نستلهم منها دائما القدوة، وتؤكد لنا أن الشعب المصري حين يتحد يكون قادرا على تحقيق البطولات ومواجهة التحديات. العين بالعين والسن بالسن، العمق بالعمق، نفلم بنفلم. 49 عاما مضت على حرب 6 أكتوبر المجيدة، حيث حققت القوات المسلحة المصرية أعظم انتصاراتها في التاريخ الحديث لتحطم المقولة المزعومة للجيش الإسرائيلي بأنه لا يقهر. لقد كان العبور العظيم ملحمة رائعة في تاريخ مصر المعاصر، فالقوات المسلحة المصرية المرابطة غرب قناة السويس كانت تواجه أكثر من مانع، في مقدمتها المانع المائي والساتر الترابي وخط بارليف بتحصيناته المعقدة، وفتح نصر أكتوبر أبواب السلام، فما كان لإسرائيل أن تقبل بالجلوس على مائدة التفاوض من دون إقرار بنصر أكتوبر المجيد، وما كان لمصر أن تستعيد كامل ترابها الوطني من دون أن تمهد لذلك بنصر عسكري عظيم. صحح موازين القوى وأعاد إلى الشعب المصري ثقته بذاته، وأجبر إسرائيل على إبرام معاهدة السلام في 26 من مارس عام 1979. أحذركم من بعض الخواطر التي يمكن أن تطرأ على أذهانكم. إن واجب المصارحة يقتضيني أن أقول لكم ما يلي: أولا، أنني لم أجئ إليكم لكي أعقد اتفاقا منفردا بين مصر وإسرائيل، ليس هذا واردا في سياسة مصر. وخاضت مصر من موقع القوة والثقة بالنفس معركة دبلوماسية مع إسرائيل لا تقل ضراوة عن تلك التي خاضتها في ساحات القتال عندما مطلت في تنفيذ المادة الثانية من معاهدة السلام، إلا أن مصر أصرت على حسم الخلاف من خلال التحكيم الدولي وكان لها ما أرادت. ثم خاضت معركة أخرى تموس السيادة المصرية ليأتي الحكم التاريخي في 29 من سبتمبر عام 1988 ليؤكد سيطرة مصر على كامل ترابها الوطني، ليرفرف العلم المصري على طابة في 15 من مارس عام 1989. والآن وبعد مرور 49 عاما على حرب أكتوبر المجيدة، نستعيد بكل الفخر بطولاتها وذكرياتها العطرة لنستمد منها العزم والإصرار، ونستلهم منها كل المعاني والقيم الرفيعة كالتضحية والفداء وروح الفريق لنواجه تحديات العصر من خلال توظيف الإمكانات والموارد المتاحة بما يمكن مصر من تجاوز الصعوبات والتحديات الراهنة بذات العزيمة التي مكنتها من تحقيق انتصارات أكتوبر المجيدة. إن احنا نعمل تنمية حقيقية في سيناء، قد يكون جهدنا فيها زيادة شوية عن بقية المناطق ولكن عشان أهميتها الاستراتيجية، أنا بس حبينا إن احنا نبقى منتبهين قوي لده، ويبقى الكلام ده حاضر عندنا كلنا كمصريين، إن احنا بلدنا وبنخلي بالنا منها وحنحافظ عليها ومحدش هيقدر ياخدها مننا. ومتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف سيادة اللواء حمدي بخيت الخبير العسكري والاستراتيجي. سيادة اللواء كل عام وحضرتك بخير. كل سنة وانتم طيبين وكل شعب مصر بخير، قواتنا المسلحة بخير، ان شاء الله تكون اعوام كثيرة وفتيرة على الصور العظيم ان شاء الله. سيادة اللواء، ماذا تمثل حضرتك ذكرى انتصارات اكتوبر المجيدة وما هي الدروس المستفادة منها؟ ما اكتوبر ملهم لأي حد يتمعن فيه
يعني التمهيد له وما أدت إليه هذه الحرب من نتائج. يعني هو حدث ملهم. هذا الحدث يعني بالنسبة لي الكثير، هو بالنسبة لي يعني تحول في حياتي كلها. إزاي الواحد كمقاتل يشتغل ويكرس جهده وروحه وحياته لصالح بلده، وفي نفس الوقت النتائج تيجي طيبة لأنها بتدي علامات إن الإخلاص والولاء والانتماء والانضباط لصالح أداء مهمة وطنية دايما بيكون مصيره النجاح. فدي الدرس والمهم على المستوى الشخصي. أما الدروس المستفادة على المستوى العام، فأكتوبر الدروس المستفادة كتير. منها أن أكتوبر كان مثال لوفاق وطني عالي في الدولة المصرية، أن كل الدولة كانت مجتمعة على قلب رجل واحد لتنفيذ مهمة معينة هي تحرير الأرض. الحاجة الثانية أن كان مثال للإرادة الوطنية العالية، أن كان فيه إصرار من كل ألوان الطيف المصري، من قيادات وقطاع مدني وقطاع عسكري وقيادة سياسية وقيادة عسكرية وجنود في الميادين، على تنفيذ هذه المهمة واستعادة الأرض مرة أخرى. وكان في تخطيط دقيق ورؤية واضحة واستخدام جيد لكل ما هو متاح، فبالتالي كانت الإرادة عالية جدا جدا. الدرس الثالث أن الوعي الوطني كان وعي عالي جدا، كان في إعلاء لمصلحة الوطن وما كانش في استماع لأي آراء جانبية ولا إشاعات ولا كلام جانبي ممكن يؤثر على الحالة النفسية والمعنوية لوعي الناس، علشان تركز في مهمة واضحة جدا ومهمة مقدسة ومهمة وطنية هي تحرير الأرض. نعم. أعتقد إن دول أهم ثلاث دروس، ولكن هناك من الدروس الكثير التي يمكن أن نضعها في الاعتبار بالنسبة لحرب أكتوبر. منها اللحمة بين الجيش والشعب، يعني دي كانت حاجة مهمة جدا جدا، إن حرب أكتوبر ده لم يكن قاصرا على القوات المسلحة، ولكن القطاع المدني والدولة بأكملها شاركت فيه. حتى الشركات اللي كانت بتعمل منتج لصالح المجهود الحربي كانت بتقدم هذا المنتج بكل إتقان وبكميات تكفي الجنود في الميدان، نقل الاستراتيجي شاركت فيه الشركات المدنية، المقاولات وبناء القواعد الصواريخ وقواعد ومراكز القيادة شاركت فيه شركات المقاولات الكبيرة، الصليب الأحمر شاركت فيه المرأة المصرية في جميع مستشفيات ومناطق الإخلاء أو مراكز الإخلاء. كل دي حاجات كتير جدا جدا، يعني ما يعني لو أقعد أكلم حضرتك عن الدروس المستفادة يعني مش هنخلص من هذا الموضوع. نعم، أنا بشكر حضرتك سيادة اللواء حمدي بخيت الخبير العسكري والاستراتيجي، وكل عام وحضرتك بخير. أكد وزير الخارجية سامح شكري الرئيس المعين للدورة 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27 على التحدي الطارئ الذي يشكله تغير المناخ، وهو ما يفرض ضرورة العمل على كافة الأصعدة لخفض الانبعاثات والتعامل مع الخسائر والأضرار الناجمة عن تغير المناخ. جاء ذلك خلال كلمة شكر التي ألقاها في الجلسة الافتتاحية للاجتماع التحضيري لمؤتمر COP27 الذي تستضيفه الكونغو الديمقراطية بالشراكة مع مصر بصفتها دولة الرئاسة للمؤتمر. وحث وزير الخارجية المشاركين في المؤتمر على ضرورة التحلي بروح المسؤولية الجماعية وتنحية المصالح الوطنية الضيقة جانبا، وإعلاء التعاون والتركيز على ضرورة الخروج بحلول تحقق المصلحة الجماعية الدولية لمواجهة تغير المناخ. نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما انتشر من أنباء بشأن وجود نقص في أدوية الأورام بمختلف المستشفيات الحكومية على مستوى الجمهورية،
وأوضح المركز الإعلامي أن الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية أكدت توافر كافة الأدوية بشكل طبيعي بما فيها المستحضرات المدرجة ضمن بروتوكولات علاج الأورام، وأن المخزون الاستراتيجي منها آمن ومطمئن، مشددة على أن هناك متابعة مستمرة لموقف توافرها بكافة المستشفيات التي تقدم خدمات علاج الأورام مع ضخ أي كميات إضافية منها بشكل فوري في حالة الاحتياج. وأشارت إلى اتجاه الدولة نحو توطين صناعة المستحضرات الحيوية وأدوية الأورام محليا. تواصل وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي، حيث تمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 494 قضية تموينية بمضبوطات بلغت قرابة 135 طن مواد غذائية وغير غذائية. وفي مجال الاستيلاء على السلع المدعومة تم ضبط قرابة 16 طنا، وفي مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع الغذائية تم ضبط قرابة 109 أطنان، وفي مجال البيع بأزيد من السعر الرسمي لمواد البناء تم ضبط 10 أطنان إسمنت، وفي مجال المخابز تم ضبط 717 قضية من بينها 160 قضية خبز ناقص الوزن و 122 قضية خبز غير مطابق للمواصفات. وفي مجال ضبط قضايا التهريب خارج منظومة توريد أرز الشعير تم ضبط 19 قضية بمضبوطات بلغت أكثر من 297 طنا. استقبل المستشار عمر مروان وزير العدل نظيره المغربي السيد عبد اللطيف وهبي، حيث استعرض الوزيران سبل تعزيز التعاون القضائي الثنائي بين الجانبين في مجالات تطوير العمل القضائي، كما تم استعراض منظومة التحول الرقمي وتبادل وجهات النظر حول موضوعات التعاون العربي في مجال مكافحة الإرهاب وغسل الأموال، وكذلك مكافحة المخدرات وحماية حقوق كبار السن المطروحة بالدورة 38 لمجلس وزراء العدل العرب التي تقام بالمملكة المغربية في 20 من أكتوبر الجاري. استشهد فلسطينيان وأصيب ثالث صباح اليوم بعد قيام جنود الاحتلال الإسرائيلي بإطلاق النار على سيارة كانوا يستقلونها قرب مخيم الجلزون شمال مدينة رام الله في الضفة الغربية المحتلة. وزعمت وسائل إعلام إسرائيلية أن الشبان الفلسطينيين حاولوا دهس مجموعة من الجنود خلال مهمة لهم في المنطقة القريبة من مخيم الجلزون. كانت قوات الاحتلال اقتحمت فجر اليوم مدينة رام الله ما أدى إلى اندلاع مواجهات مع الشبان أطلقت فيها الغازات المسيلة للدموع. أعربت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية عن رفضها انعقاد مجلس الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل المزمع عقده اليوم في بروكسل بحضور رئيس الوزراء ووزير الخارجية الإسرائيلي، وذلك انطلاقا من حرصها على تعزيز وتطوير علاقة الشراكة والجوار مع منظمة الاتحاد الأوروبي وقناعتها بأهمية الدور والمسؤولية الأوروبية تجاه القضية الفلسطينية. من جانبه قال الأمين العام المساعد السفير سعيد أبو علي إن عودة هذا المجلس للانعقاد يمثل تشجيعا للاحتلال وآلياته العسكرية على سياساتها. في إطار احتفالات مصر والقوات المسلحة بالذكرى 49 لانتصارات أكتوبر المجيدة، قام السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، يرافقه الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة،
بوضع إكليل من الزهور على النصب التذكاري لشهداء القوات المسلحة بمدينة نصر، وعزفت الموسيقى العسكرية سلام الشهيد في تقليد عسكري أصيل وفاء لشهداء مصر الأبرار. ثم قام الرئيس السيسي بوضع إكليل من الزهور على قبر الرئيس الراحل محمد أنور السادات وقراءة الفاتحة ترحما على روحه الطاهرة ومصافحة عدد من أفراد أسرته. كما صافح الرئيس السيسي عددا من كبار قادة القوات المسلحة وكبار رجال الدولة. ثم توجه الرئيس السيسي إلى قبر الزعيم الراحل جمال عبد الناصر بقبر القبة، حيث قام بوضع إكليل الزهور وقراءة الفاتحة على روحه الطاهرة. كما ترأس السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وقدم الرئيس السيسي في بداية الاجتماع التهنئة للشعب المصري وأبنائه من رجال القوات المسلحة بمناسبة الاحتفال بذكرى انتصارات أكتوبر. كما تناول الاجتماع مناقشة عدد من الملفات والموضوعات ذات الصلة بأنشطة ومهام القوات المسلحة وجهودها في حماية ركائز الأمن القومي المصري على كافة الاتجاهات الاستراتيجية، مختتما الاجتماع بتوجيه التحية لرجال القوات المسلحة لما يقدمونه من جهود وتضحيات من أجل رفعة الوطن. مشاهدينا، تابعنا مع حضراتكم جانبا من احتفالات مصر بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة وقيام الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيارة النصب التذكاري للجندي المجهول ووضع أكاليل الزهور على قبري الزعيمين جمال عبد الناصر وأنور السادات. متواصلون مع حضراتكم في بانوراما النيل، حيث دعا مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى اليمن هانس جروندبرغ كافة الأطراف اليمنية إلى الحفاظ على الهدوء والامتناع عن أي شكل من أشكال الاستفزازات أو الأعمال التي قد تؤدي إلى تصعيد العنف. وأضاف جروندبرغ أن اليمنيين يحتاجون إلى إنهاء النزاع من خلال عملية سياسية شاملة وتسوية متفاوضا عليها، مؤكدا أنه سيواصل جهوده الحثيثة للانخراط مع الأطراف بغية التوصل على وجه السرعة إلى اتفاق بشأن الوسيلة للمضي قدما. أعلنت مصادر عسكرية يمنية اندلاع اشتباكات عنيفة في عدد من المناطق بعد ساعات من إعلان تعثر جهود تمديد الهدنة الأممية. وقال مصدر في اللواء الثالث بالجيش اليمني إنه تم التصدي لمعارك عنيفة حوثية شمال محافظة الضالع، وذلك عقب قصف جوي شنته الميليشيات الحوثية لمواقع القوات اليمنية المشتركة في قطاعات الفاخر وحجر والطب. وفي تعز استهدف الحوثيون بالمدفعية والأسلحة المتوسطة والثقيلة وقذائف الهاون مواقع القوات الحكومية، كما حاولوا التسلل إلى منطقة عصيفرة ومواقع شرق المدينة وموقع الدفاع الجوي ومنطقة مانع غرب المدينة. تعهد رئيس حكومة تصريف الأعمال العراقية مصطفى الكاظمي ببذل قصارى جهده من أجل مصلحة العراق والتركيز على بناء مؤسسات الدولة. كما دعا الكاظمي خلال حفل مشاركته في الحفل التأبيني للذكرى السنوية لرحيل رئيس الجمهورية الأسبق جلال طالباني في أربيل، دعا إلى الحوار الوطني لحقن الدماء. ومع كل ذلك تحملنا من أجل العراق ومن أجل أبنائنا في عموم العراق، في كردستان وفي الوسط وفي جنوب العراق، وتعلمنا من تجارب القامات الشامخة كقامة مام جلال أن نصبر من أجل المصلحة العليا ونعمل بصدق وإخلاص
ولا نلتفت للتجني والصراخ والطعن. نعم، سوف نعمل للحظة الأخيرة دون كلل أو ملل من أجل العراق، وسوف ندعو للحوار ونستخدم كل آليات الحوار، وسنحفظ دماء شعبنا وكرامتها مهما كلف الأمر ومهما هجمنا، فقط لأننا نعتبر الدم العراقي مقدس. سوف نستمر بمنح أي فرصة، منع أي فرصة لسفك أي دم عراقي، وسيكون الدم العراقي خط أحمر. كان رئيس حكومة تصريف الأعمال العراقية مصطفى الكاظمي قد أجرى صباح اليوم في أربيل محادثات مع رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود برزاني ورئيس وزراء إقليم كردستان العراق مسرور برزاني حول الأوضاع السياسية والأمنية في البلاد. تتزامن الزيارة مع تعرض إقليم كردستان المتمتع بحكم ذاتي في شمال العراق لقصف شديد وضربات بطائرات بدون طيار تبنتها طهران، ما أدى إلى استدعاء الخارجية العراقية السفير الإيراني وتسليمه مذكرة احتجاج جراء عمليات القصف المستمرة على الإقليم. واتهم مسؤول في الحرس الثوري الإيراني مؤخرا التنظيمات المعارضة الموجودة في إقليم كردستان بأنها مسؤولة عما وصفه بأعمال الشغب في إيران. اتهم المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي الولايات المتحدة وإسرائيل بالوقوف وراء ما وصفه بأعمال الشغب في إيران. يأتي هذا فيما علقت الدروس الحضورية اعتبارا من اليوم في أهم جامعة علمية في إيران بعد حوادث عنيفة أمس بين طلاب والقوى الأمنية في طهران. بعد حوادث عنيفة بين طلاب والقوى الأمنية في طهران علقت الدروس الحضورية في جامعة الشريف للتكنولوجيا وهي أهم جامعة علمية في إيران، وأعلنت الجامعة أن كل الدروس ستتم افتراضيا اعتبارا من الاثنين نظرا إلى أحداث سجلت مؤخرا وضرورة حماية الطلاب. كان 200 طالب قد تجمعوا في جامعة الشريف للتكنولوجيا في طهران ورددوا شعارات مناهضة للنظام الديني القائم في إيران، فضلا عن شعار امرأة حياة حرية، والطلاب يفضلون الموت على الذل. وتأتي التظاهرات احتجاجا على وفاة مهسا أميني واعتقال طلاب خلال تظاهرات نظمت منذ 16 من سبتمبر إثر وفاة الشابة البالغة 22 عاما بعد 3 أيام على اعتقالها من جانب شرطة الأخلاق في طهران لمخالفتها قواعد اللباس الإسلامية. وحمل عناصر الشرطة بنادق خاصة بمكافحة الشغبة فضلا عن إطلاق الغاز المسيل للدموع، وانتشر عناصر من قوات الأمن بلباس مدني وعناصر من الشرطة أمام المدخل الشمالي للجامعة. وفي محاولة لتهدئة الوضع أتى وزير العلوم إلى حرم الجامعة للحديث إلى الطلاب وتكلم إلى القوى الأمنية المنتشرة حول الجامعة. وأظهرت مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي مظاهرات للطلبة في العديد من الجامعات، فضلا عن خروج مظاهرات في عدة مدن مثل طهران ويزد وكرمانشاه وسننج وشيراز ومشهد، والمشاركون فيها يهتفون بشعارات مناوئة للنظام. ولم تهدأ الاحتجاجات على الرغم من العدد المتزايد للقتلى والقمع الشرس من جانب قوات الأمن التي تستخدم الغاز المسيل للدموع والهراوات وفي بعض الحالات الذخيرة الحية. صادق البرلمان الروسي اليوم الدوما على معاهدات ضم المناطق الأربع التي تقع شرقي وجنوبي أوكرانيا إلى الأراضي الروسية. في غضون ذلك قال الكرملين إنه سيتشاور مع السكان الذين يعيشون في منطقتين من المناطق الأوكرانية الأربع التي ضمتها روسيا الأسبوع الماضي وهما خرسون وزابوريجيا بشأن كيفية رسم حدودهما. أعلنت هيئة الانتخابات البرازيلية اليوم عن إجراء جولة ثانية بين الزعيم اليساري لويس إنزاسيو لولا دي سيلفا والرئيس البرازيلي اليميني المنتهي ولايته جايير بولسينارو في انتخابات الرئاسة يوم 30 من أكتوبر. وأوضحت أن لولا دي سيلفا حصل على 48.4% من الأصوات
في مقابل 43.3% لبولسونارو بعد فرز 99.7% من الأصوات. جولة ساخنة شهدت انتخابات الرئاسة البرازيلية، حيث تصدر الرئيس اليساري الأسبق لويس إيناسيو لولا دا سيلفا الجولة الأولى من الانتخابات، متقدما على الرئيس اليميني المتطرف المنتهي ولايته جاير بولسونارو، لكن تقدمه جاء أقل مما توقعته استطلاعات الرأي، وبالتالي ستجرى جولة ثانية يوم 30 أكتوبر. فبعد فرز 37.3% من أصوات الناخبين عبر التصويت الإلكتروني، حصل لولا على 47.9% من الأصوات الصحيحة، مقارنة مع 43.7% لبولسونارو، مما يجعل الفوز في الجولة الأولى أمرا صعبا. تلك الانتخابات الحاسمة لمستقبل الديمقراطية في البرازيل شهدت مواجهة شديدة بين أبرز مرشحين، وحجبت تماما المرشحين التسعة الآخرين الذين لم يكن لهم حضور يذكر، وأدلى الناخبون البرازيليون بأصواتهم وسط توتر شديد، حيث كان يأمل لولا بالفوز فيها من الدورة الأولى على بولسونارو الذي سبق أن هدد برفض الاعتراف بالنتائج. وصرح لولا الذي خاض سادس معركة انتخابية رئاسية في مسعى منه للفوز بولاية ثالثة بعد 11 عاما من مغادرته الحكم مع شعبية غير مسبوقة. بالنسبة لي إنها الانتخابات الأكثر أهمية، والفوز حتما سيكون حليفي. نحن لم نعد نريد كراهية وخلافات، نريد بلدا يعيش في سلام. فيما أكد رئيس المنتهي ولايته، إذا كانت الانتخابات نظيفة لن تكون هناك أي مشكلة ولينتصر الأفضل. وفي حال فاز لولا في الدورة الثانية سيشكل ذلك عودة إلى الحياة السياسية لم يكن يأمل بها بعد سجنه المثير للجدل في قضايا فساد، غير أن تنظيم دورة ثانية سيتيح لبولسونارو تعبئة مؤيديه والتقاط أنفاسه ملوحا بتحرك عنيف، ما أحيا مخاوف من حصول أحداث شبيهة بالهجوم على مبنى الكابيتول بواشنطن في يناير عام 2021 بعد هزيمة ترامب الانتخابية. بانوراما للمتواصلة معكم نتابع فيها بعض أخبار الاقتصاد. في ظل التوتر في بحر الصين الجنوبي، بدء مناورات بحرية مشتركة بين الفلبين والولايات المتحدة الأمريكية. وإلى أخبار المال والأعمال، تفاصيل أخبار الاقتصاد في بانوراما الرابعة، ومباشرة إلى دينا قنديل. إليك دينا. أشكرك غادة. إلى أخبار المال والأعمال، أخبار الاقتصاد، وفيها رئيس الوزراء يستعرض جهود أجهزة الدولة في التعامل مع تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية. أهلا بكم. استعرض رئيس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي جهود مختلف أجهزة الدولة في التعامل مع تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية، وأكد رئيس الوزراء حرص الرئيس السيسي على المتابعة المستمرة لجهود الحكومة في التعامل مع تداعيات الأزمة العالمية الحالية. وتم خلال الاجتماع التأكيد على الاستمرار في جهود توفير مدخلات الإنتاج لعدد من القطاعات الصناعية والإنتاجية، وذلك بما يضمن عدم توقف عجلة الإنتاج ويتيح المزيد من السلع والمنتجات تلبية لمتطلبات السوق المحلية، وبما يمكن من تصدير الفائض منها. أكد رئيس الوزراء دكتور مدبولي أن هناك اهتمام من قبل الحكومة بزيادة الصادرات في المرحلة المقبلة، وفي اجتماع لبحث سبل تنمية الصادرات المصرية لدول القارة الإفريقية وجه الرئيس بهيكلة دعم الصادرات وزيادة الدعم المقدم إلى التصدير الخاص بإفريقيا. ووجه رئيس الوزراء بتشكيل مجموعة عمل من عدة وزارات معنية والبنك المركزي والجهات المعنية لوضع تصور وخطة عمل واضحة لمستهدفات كمية ونوعية لزيادة الصادرات.
قال رئيس الوزراء دكتور مدبولي أن أهم مخرجات المؤتمر الاقتصادي الذي يعقد في الفترة من 23 إلى 25 الجاري هو أن يكون لدى مصر استراتيجية واضحة للصناعة المصرية، والتي تحرص الحكومة على صياغتها من خلال التوافق مع جميع رجال الصناعة. وخلال اجتماعه مع رؤساء الغرف الصناعية أكد مدبولي أنه حريص على أن يخرج المؤتمر بتوافق على أرضية واضحة من أجل مصلحة الصناعة المصرية. من جانبه قال وزير التجارة والصناعة أحمد سمير إن هناك اهتماما كبيرا من القيادة السياسية بملف الصناعة وتقديم جميع أشكال الدعم والمساندة للنهوض بها في ظل القدرات الصناعية الهائلة التي تتمتع بها مصر والتي تؤهلها لتكون مركزا للتصنيع في المنطقة. أكد وزير التجارة والصناعة أحمد سمير أن مصر والكويت ترتبطان بعلاقات اقتصادية استراتيجية ترتكز على تاريخ طويل من التعاون المشترك في مختلف المجالات وعلى كافة الأصعدة. وخلال افتتاحه الملتقى الاقتصادي المصري الكويتي أشار الوزير إلى الدور الهام لمجتمعي الأعمال في البلدين في تنمية وتطوير التعاون التجاري والصناعي. في إطار زيادة التعاون الاقتصادي انطلقت فعاليات الملتقى الاقتصادي المصري الكويتي بمشاركة عدد من رجال الأعمال من الجانبين المصري والكويتي. دعونا نتفق على مرتكزات العلاقة بيننا: تعاون، تضامن، تكامل، تشارك، تحفيز حقيقي، تكامل بين الإمكانات والأفكار وفرص الاستثمار الواعدة على أجندة مصر وهي تنطلق نحو الجمهورية الجديدة، وبين أساليب التمويل المتوازنة والمدروسة، تشارك في التصنيع في كافة القطاعات الاقتصادية والإنتاجية المتطورة ليس بغرض التصنيع وتبادله بيننا، وإنما بهدف الخروج بهذه المنتجات وتصديرها لدول وأسواق عديدة وواعدة. تم مناقشة فرص زيادة التبادل التجاري والإعلان عن الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر بمختلف القطاعات الاقتصادية وخاصة الصناعية. في قفزة الاقتصاد المصري حصلت في الست سنوات الأخيرة بعد الإصلاحات وبدعوة من اتحاد الغرف التجارية المصرية وبدعم من رئيس السيسي وبطلب ودعم من الحكومة الكويتية، جئنا لنسبر أغوار الإمكانيات الاستثمار. نحن قطاع خاص والقطاع الخاص تواق للاستثمار، خصوصا مصر بلد واعدة وإمكانيات الاستثمار كثيرة سواء في القطاع السياحي أو الزراعي أو الصناعي أو البترول. زيادة التبادل التجاري بين الكويت وبين مصر، وطبعا العلاقات الدولية بيننا منذ أمد بعيد، وبنأمل دايما أن احنا نجذب أكبر الاستثمارات الكويتية الموجودة في مصر، والاستثمارات الكويتية في مصر هي ثالث أكبر استثمار أجنبي موجود، ونطمح أن يزيد إن شاء الله في هذا الملتقى. الملتقى يهدف إلى تعزيز التعاون بين الجانب المصري والكويتي لا سيما في مجال الاستثمارات وتطوير التعاون الاقتصادي بينهما وصولا إلى الشراكة الاستراتيجية بين الطرفين. يأتي هذا الملتقى لزيادة العلاقات الاقتصادية بين مصر والكويت والتي شهدت ازدهارا في السنوات الماضية وتوحيدا للرؤى تجاه العديد من القضايا. منذر بدوح، النيل. أكد وزير المالية محمد معيد خلال فعاليات الملتقى الاقتصادي المصري الكويتي أن الاقتصاد المصري يستطيع تجاوز الصدمات العالمية، وأشار معيد إلى أن الاقتصاد المصري سجل أعلى معدل نمو منذ عام 2008 بنسبة 6.6% من الناتج المحلي الإجمالي في يونيو 2022، كما حقق فائضا أوليا للعام الخامس على التوالي بنسبة 1.3% من الناتج المحلي، بدلا من عجز أولي استمر لأكثر من 20 عاما. أظهرت بيانات رسمية ارتفاع التضخم السنوي التركي إلى ذروة جديدة تمثل أعلى مستوى في 24 عاما عند 83.45% في سبتمبر. وقال معهد الإحصاء التركي إن أسعار المستهلكين ارتفعت 3.8% على أساس شهري، وارتفع مؤشر أسعار المنتجين 4.78% على أساس شهري في سبتمبر، مسجلا ارتفاعا سنويا بلغ 151.50%.
ختام أخبار الاقتصاد، وإلى مزيد من الأخبار السياسية مع غادة فاروق. تفضلي غادة. أشكرك دينا، أهلا بكم. في ظل تصاعد التوتر مع الصين، بدأت الفلبين والولايات المتحدة مناورات بحرية مشتركة تستمر لمدة أسبوعين. تهدف المناورات إلى تعزيز التعاون بين البلدين، خاصة في منطقة بحر الصين الجنوبي والتي تعتبرها بكين جزءا من أراضيها، فيما تؤكد الدول المجاورة بما فيها الفلبين أحقيتها بالسيادة عليها. على مدار أسبوعين تستمر التدريبات البحرية المشتركة بين كل من الولايات المتحدة والفلبين، وذلك لتعزيز التحالف العسكري بين البلدين في وقت تشهد البلاد حالة من عدم اليقين في المنطقة بسبب التوتر بين واشنطن وبكين. ومن المقرر أن تستمر التدريبات حتى 14 من أكتوبر، ويشارك بها 2550 جنديا أمريكيا و530 جنديا فلبينيا. توثيق العلاقات والثقة بين البلدين، والتي ستتوج بنجاح منقطع النظير للعمليات المستقبلية التي سنكلف بها، يجب علينا أن نكون على أهبة الاستعداد لتلبية احتياجات شعوبنا، فتدريباتنا سويا ستساعدنا على تحقيق ذلك. جدير بالذكر أن التدريبات تتضمن عمليات إنزال بر مائية وإطلاق ذخيرة حية وتنفيذ مساعدة إغاثية، وينضم حلفاء الولايات المتحدة اليابان وكوريا الجنوبية إلى التدريبات بصفة مراقبين. وتجري الفلبين والولايات المتحدة الملتزمتان بمعاهدة الدفاع المشترك منذ 70 عاما مناورات منذ عقود. التدريبات أيضا تشمل عمليات بر مائية وتدريبات بالذخيرة الحية، وتركز على الأمن البحري ومكافحة الإرهاب والمساعدات الإنسانية والإغاثة في حالات الكوارث. بانوراما النيل ما زالت مستمرة معكم، ونتابع فيها بعض أخبار الرياضة. فوز العالم السويدي سافانتي بابو بجائزة نوبل للطب. بكم مجددا. أعلن معهد كارولينسكا بستوكهولم منح جائزة نوبل في الطب هذا العام للسويدي سافانتي بابو، وهو الباحث في مدينة لايبتسيخ الألمانية، عن النتائج التي توصل إليها حول التطور البشري. بابو هو مدير وعضو علمي في معهد ماكس بلانك الألماني للأنثروبولوجيا التطورية، وهو أول باحث يقوم بوضع تسلسل لجينوم الإنسان البدائي. افتتح الملتقى التسويقي المصري الثاني للتمور بالوادي الجديد، والذي يقام خلال الفترة من الأول وحتى الثالث من أكتوبر الجاري، بالتزامن مع احتفالات المحافظة بالعيد القومي 63، بحضور الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، والسيد القصير وزير الزراعة، بمشاركة خالد شعيب محافظ مطروح، وبحضور القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة. النسخة الثانية من ملتقى تمور الوادي تنطلق فعاليتها بمحافظة الوادي الجديد، حيث بدأت الفعاليات بعرض لملكات جمال التمور بأزياء مختلفة تمثل مختلف دول العالم. طبعا نشكر فخامة رئيس الجمهورية على مبادرته العظيمة في زراعة 2.5 مليون شجرة سنة 2016، واللي بدأت المحافظة بالفعل في عمل هذا الإنجاز الكبير ووصلت لأكثر من 1 مليون شجرة في الزراعات. اسمح لي أسمن التعاون الكبير اللي بين وزارة التنمية المحلية ووزارة الزراعة ووزارة التضامن والمحافظات وعلى رأسها الوادي الجديد في كل ما يتم من زراعات على أرضها. مصر بتتميز بالإنتاج التمور، احنا نعتبر زي ما انت قلت كده الاول على مستوى العالم، احنا بننتج 1.8 مليون طن. محافظة الوادي الجديد يمكن رقم مؤثر في الانتاجية، بتحتل رأي نسبة 15% من انتاج على مستوى الجمهورية، وفقا لتوجيهات فخامة السيد الرئيس. يعني موضوع التمور والنخيل وصناعة التمور، ان في الدولة متجهة نحو تدعيم هذا النشاط. عمل متكامل في فترة حرجة بتمر بها البلاد اقتصاديا، بيتجلى أمل قوي جدا وفرص واعدة في محافظة من أكبر المحافظات في مصر من ناحية السعة، وفي كثافة أقلها، وفي أرض خصبة، وفي إنتاج زراعي وحيواني واعد جدا. عقب ذلك توجه الوزراء والمحافظون والسفراء إلى أرض المهرجان
لتفقد أجنحة المعرض التي شملت كافة مراحل صناعة التمور بالإضافة إلى كافة الصناعات المرتبطة بالتمور. توجيه سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي ان احنا نزرع 2.5 مليون نخله بالاضافه ل 2.5 مليون نخله اللي موجودين عندنا بيبقى نوصل ل 5 مليون، طب احنا هننتج 5 مليون نخله، بدانا بالتعاون بامانه مع جائزه خليفه في دوله مصر الشقيقه ان احنا نعمل معارض تسويقيه في سيوه وفي اسوان، فقلنا نعمل معرض مصري خالص في الوادي الجديد، فكان توجيهات سيادة الرئيس تحت رعايه سيادته بالتعاون مع كل العارضين. نستفيد من هذه المعارض في التسويق والترويج والاستثمار، بيعود بالنفع على كل اهالينا، كل منتجي البلح وكل المصانع سواء التغليف او التعبئه، فكل طبعا ده حاجه يعني بتعود بالنفع العام، فاحنا سعداء وان شاء الله بنهني كل اهالينا في الوادي الجديد ونكون سنه طيبين في كل عيد قومي ليهم ان شاء الله. ويمتلك الوادي الجديد نحو 3 ملايين نخله ومزمع زيادتها الى 5 ملايين خلال السنوات القادمه، كما ان المحافظه تنتج أكثر من 120 ألف طن سنوياً. إذن هي فرصة للقاء كافة القائمين على صناعة التمور والتواصل معهم بشكل مباشر من خلال عقد تلك الملتقيات والمهرجانات لتعظيم تلك الصناعة واستخدام أفضل السبل التكنولوجية الحديثة وعقد الصفقات ما بين المنتجين والمصنعين والمصدرين. من محافظة الوادي الجديد أشرف مبارك، النيل. ختام بانوراما النيل، وإليكم تذكرة بأبرز العناوين. الرئيس السيسي يترأس اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة. خلال مشاركته في الاجتماع التحضيري لمؤتمر تغير المناخ بكنشاسا، شكري يؤكد ضرورة تحلي المشاركين بمؤتمر شرم الشيخ بالمسؤولية الجماعية. البرلمان الروسي يصادق على ضم 4 مناطق أوكرانية. تفاصيل أكثر على موقعنا على الإنترنت nile.eg. شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.